الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه اصطفاه ربه واجتباه أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرح اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد عباد الله لا شك أن أفضل الأعمال هي أعمال أفضل الناس وأفضل الناس هم من أرسلهم الله عز وجل من اصطفاهم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله يصطفي من خلقه ما يشاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خير الناس هم أعظم الناس هم أشرف الناس وأعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي خير الأعمال أشرف الأعمال أعظم الأعمال وأعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا يتقدمه عمل التبليغ عمل الدعوة إلى الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يبلغون رسالات الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك التبليغ التبليغ أعظم أعمال الأنبياء لأنهم يدعون إلى الله عز وجل ينادون الناس إلى الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ما هي الدعوة؟ آمنوا بربكم الإجابة كانت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنا يا عبد الله يا عبد الله كوني وكونك مسلما هذا أمر قدري هذا أمر من الله عز وجل أن الدعوة علي وعليك على كل مسلم نحن خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهذا كل الدعوة كل التبليغ على هذا فكونك أن تكون في أي من المهن أي من الأماكن أي من الدراسة في معملك في مصنعك في مكتبك أنت داع إلى الله عز وجل أنت رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت تبلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولو آية بلغوا عني ولو آية ولو آية فلكي تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل تعرف أن هذا أمر قدري عليك لأنك مسلم ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فمن يقوم للناس من يدعو الناس هذا كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يا عباد الله أسأل الله عز وجل أن ندرك لماذا ندعو لماذا ندعو لأنه هذا علينا أن ندعو لأنه فرض علينا أن ندعو أفرادا وأسرا وجماعات وأمة علينا أن ندعو وكيف ندعو الدعوة بالحال وبالمقال الحال حالي وحالك والحال يبدأ من القلب من القلب قبل أن أخرج وتخرج تدرك أنهم ينظرون إلى الإسلام
عندما ينظرون إلي وإليك. هذا هو الإسلام. فإذا دعوتهم وقبل أن تخرج أدركت أنك تمثل الإسلام، أنك رسول الإسلام في الدورة التي أنت فيها، في الدراسة التي أنت فيها، في الجامعة التي أنت فيها، أدركت هذا وتدعو الله عز وجل: يا الله، اللهم اجعلهم يا أرحم الراحمين ينظرون إلي ويعرفونك، وينظرون إلي ويعرفون نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي في قلبك هذا الهم والغم والحرقة، فالله سبحانه وتعالى يوفقك ويجعل لسانك ينطق بما يفيد الآخرين، فتتكلم بكلام من القلب إلى القلب حتى إنهم يسمعوا، وإن لم تتكلم يسمعوا رسالتك. ماذا؟ أن آمنوا بربكم، أن آمنوا بربكم وترجو أن يقولوا فآمنا. هذه رحمة، والله عز وجل أرسل جميع الأنبياء رحمة، وخص رسولنا صلى الله عليه وسلم بالذكر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن قلبك الرحمة والاستعداد، وتتعلم كيف تتعاون مع الآخرين الذين يقومون في مسجدك، في جامعتك، في كليتك، بهذا الأمر وهذا العمل تتعاون معهم وتتعلم منهم وتعلمهم. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى إدراك أننا إن لم نقم بهذا العمل كان إيماننا في خطر، وخاصة في أماكن ندرس فيها ما ندرس ونتعلم فيها ما نتعلم، فيها يغيب الله عز وجل عن الدراسة، وفيها لا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها من الأفكار والفلسفات ما تضرب على جذور الإيمان، يحفظنا الله جميعا. فإن لم تدعو تدعى، إن لم تدعو تدعى. هذه الرسالة، وفقني الله وإياكم إلى إدراك ما علينا من مسؤولية حيث كنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم. أول حمد، أول شكر، أول توفيق، أردوت أور رب كريم أرحم الراحمين، صلاة أن سلام أبن أور إمام أور سيد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، a question that comes in and out and may stay in everyone's mind: what are the best أعمال؟ What are the greatest أعمال؟ What are the most honored أعمال actions that me as individual, we as family, we as a community, we as the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to take? We all have this inspiration. We all this looking up. Everyone wants to be the top, number one. What is the best a'mal action that a human can take? Insan can do. The best a'mal are the a'mal of the best. The a'mal of the best, the action of the best. Who are the best? That Allah subhanahu wa ta'ala, from us, we humans, from Adam alayhi salam to the last human being to come, He selected them. He made them very special to Him. He subhanahu wa ta'ala communicated with them. He revealed to them. They are called messengers of Allah. We believe in them. إنهم رسل الله. They are messengers of Allah. They are anbiya Allah alayhim salatu wa salam. They are the best of the best. And it is istifa. It is something that it is not the one. He is to put himself up. I'm ready for this job. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. استفاء من الله عز وجل. اختيار. Selection. What are the top أعمال of their أعمال? What are the best of the best of their أعمال? The purpose of their بعثة, of their sending, of their making them أنبياء and مرسلين, is to do tabligh. Is to convey the message on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu to His people. And we, the ummah of at-tabligh, the ummah of at-da'wah, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khatab al-anbiya'i wal-mursaleen, la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum, to the effect.
He is sallallahu alayhi wa sallam, the last, the seal, the final of anbiya. And that is how we understand this tabligh that Allah subhanahu wa ta'ala put it in the anbiya alayhi salatu wasalam and said about them, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ, those who convey the message of Allah. بَلَّغْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, I conveyed what I've been sent with to you. All, اللهم صلي عليه وسلم جميعا, all send this and all said that. The question is, as a Muslim, me as a Muslim and you, Muslims, alhamdulillah, we Muslims, it is a qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a fadl of Allah, it is a favor of Allah upon us to have this. Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, members. We are part of this ummah and we are the last ummah. By our qadr, by our fate, by destination from Allah subhanahu wa ta'ala, destiny is being from Allah subhanahu wa ta'ala that we should do this work. We should do this effort. Indeed, we can read pages and volumes about the excellences, the virtues of doing da'wah ila Allah, of giving da'wah ila Allah, of carrying on this work of tabligh on behalf of our Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. We all know that. مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ, who guides to a khair, he has the same ajr, the same reward as the doer of that khair. For those who يعلمون الناس الخير, for those who are there to teach people good, to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala that was received from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to everyone, every creation of Allah subhanahu wa ta'ala and creation, every being. And beginning with the khaliq of the creation and creature, Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرَهَا حَتَّى الْحُوتْ فِي الْبَحْرِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. Indeed, Allah Jalla Jalala and the angels and those who are in the heaven and those who are in the earth, including the ants in its holes and the fish in water, in the sea, everything. They send salutation, they send blessings, they send peace upon those who teach people good. So it's our qadr, being alhamdulillah, being honored to be in this ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's not an optional. We have to do it. So we understand why we are doing it. We have to do it. To do it, to protect our iman. If we don't call people to iman, our iman is at risk. In particular, if that environment, as we understand, we study this and we study that philosophy and that theories and that here, and make some people confused and questioning a lot. You either give da'wat or you receive da'wat. You are there to share what khair you have, what good you have, or may Allah save us. If we just keep quiet, as we call it sometimes, you be muted human being, the noise will come through your ears and to your mind. And may Allah save us and our hearts. We have to understand why we are doing it, to protect our iman. And what is da'wah? What is tabligh? What is all about it? In these words, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ. So that is me and you to be داعي الإيمان. داعي الإيمان. This da'wat. داعي الإيمان. Call it to iman. أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ. You believe in your Lord. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. O people, worship your Lord. The last surah in the Quran, قل أعوذ برب الناس. Who's رب الناس? Invite them to his Rabb, to their Rabb. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. He's the king of people. He's the controller سبحانه وتعالى. إله الناس, he's the God, he's the true إله سبحانه وتعالى. Invite them.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us to convey on his behalf sallallahu alayhi wa sallam even a single ayah. So this is why we do it. And it is long list to say why I'm doing this 1, 2, 3. Long list. How to do it. It starts from the time before you come to your laboratory, to your lecture hall, to your course, to your shop, wherever you are, wherever am I are. I ask myself before I step one step out of my place, of my residence, of my house, Islam is going to be seen through me and through you. And this is the da'wah. As da'wah we say, بِالْحَالِ وَبِالْمَقَالِ. By your status, your condition, your way of life, and when you speak. And it is more effective the way you behave. And the way you behave depending on what is in your heart. If before, and should be before you leave your house, you make intention, Ya Allah, everyone I will meet, I will wish for him, for her, to know you, to believe in you, to believe in your Rasul sallallahu alayhi wa sallam. This is my intention. The first and foremost, you protect your iman. And Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu make your time in studying, your time in the shop, your time in driving your taxi, whatever you do, that time you are engaged, your mind is with Allah, your heart is with Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, your Rabb. The one you believe, every cell in your body does not function but because of his amr. Your soul is in his hand, subhanahu wa ta'ala. Your mind and thought is in his hand, subhanahu wa ta'ala. Your connection with Allah, subhanahu wa ta'ala. And this, with this spirit in your heart, you speak to people. And you speak with the rahmah. All the anbiya, alayhi wa sallam, were sent for rahmah, to save people. And they were so worried about people. They were afraid about the future of people if they don't believe in Allah and his Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. The Anbiya all said, Inni akhafu alaykum. Inni akhafu alaykum. Do I and you have this fear regarding the future of people who don't believe in Allah? They live 50 or 100 years, less or more. And what's next? What's next? What are they going to say to Allah subhanahu wa ta'ala? They will say, this person was passing by me. This person studied the same course with me. This person was part of our team to do this project. And he never said any to me. What answer I and you will have? Allah sent from Adam alayhi salam to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So the da'wah starts from here. It starts from concern and worry in my heart and your heart. Asking Allah subhanahu wa ta'ala to accept you to be means of rahmah. That is mercy, that is da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. And to take the best a'mal, that is the a'mal of the best anbiya alayhi salatu wassalam, and say to yourself, this is my a'mal. I'm going to be an engineer, I'm going to be a lecturer, I'm going to be such and such, chemist. But number one a'mal, my a'mal is the a'mal of our Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I will convey the message on behalf of my Habib, my Sayyid, my Imam, the one saved me from shirk and kufr and confusion and dalal. And Sirat al-Mustaqim is simple. Sirat al-Ladhina an'amta alayhim. Ghayr al-Maghdub alayhim wa al-Dallin. May Allah subhanahu wa ta'ala let our hearts receive the message. May Allah subhanahu wa ta'ala let myself and self to change our intention. When we are anywhere, when we study anything, when we are in any business, what is our intention? What was the intention of our Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? What was in his blessed heart sallallahu alayhi wa sallam? To be in our hearts. Allah subhanahu wa ta'ala is the Qadir. Allah is the Sami' Qareeb. And it is one of the sa'at, of the hours of accepting du'as. And could be this one of the hours that Allah subhanahu wa ta'ala let us to do the a'mal of khayrun nas, of anbiya alayhi salatu wa salam, that is tabligh, tazkiyah, and ta'leem. May Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla arhamar rahimeen, to let our hearts to be filled with hubb hidayat in nas, and hubb rahmat in nas,
Ya Rabbal Alameen, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept us to be hudatan muhtadeen. Hudatan muhtadeen. To be means of hidayat and to be those who have hidayat. Ya Arhamar Rahameen. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الله تعالى أمرني وإياكم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ذكر الملائكة المسبحة بقدسه ثم نادانا جميعًا أيها المؤمنون من جنه وإنسه. قال الله تبارك وتعالى بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك حبيبك النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم هيئ لنا ولهذه الأمة أمر الرشد، أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. وصل اللهم على إيمان نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أقم الصلاة استقيموا يرحمكم.